بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من خطوط عريضة. أرحب اليوم بالأستاذ إمام محمد إمام، أستاذ الإعلام بالكليات الإعلام السودانية، الخبير الإعلامي المعروف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخيرات لك ولمشاهديك داخل السودان وخارجه. ومباشرة المشاهدين الكرام، أدلفوا لاستطلاعي واستعراضي أبرز ما جاء بصحافة الخرطوم التي صدرت اليوم، مبتدئا بصحيفة الرأي العام التي جاء بها: المركزي يسلم المصارف دفعة جديدة من النقود، تمديد ساعات العمل بالبنوك لتسهيل عملية الإيداع، كبر انتهى الزمن ونريد سلاما بلا سماسرة. من الرأي العام مشاهدي الكرام إلى المجهر السياسي، وبها: البنك المركزي يسلم المصارف أكثر من 250 مليون جنيه، القائم بالأعمال الأمريكي يشارك في حلقة ذكر بضريح الشيخ حمد النيل بأم درمان. بالصيحة: السراء الحرام، تسلم 6000 إقرار زمح لمسؤولين، أحمد بلال اتفاق بمنح الحزب منصب مساعد للرئيس وسفيرين. البنك المركزي يسلم المصارف أكثر من 250 مليون جنيه، وأبو كرشولة خالية من الألغام في مطلع أبريل القادم. في اليوم التالي: البنك المركزي يسلم المصارف أكثر من 250 مليون جنيه، أحمد بلال لدينا اتفاق يمنح الحزب منصب مساعد للرئيس وسفيرين. الحسن المرغني يطالب أتباع الختمية بعدم الالتفات للأكاذيب، قطر تمنع أي نشاط إعلامي أو سياسي معارض لحكومة السودان بأراضيها. وأنتقل إلى صحيفة الوطن أستاذ إمام، ومن عناوينها: ضخ 250 مليار جنيه لتغذية الصرافات الآلية، السجن والغرامة على أصحاب مخابز بأمر الطوارئ. وفي الانتباه: وزير الإعلام للانتباه، تجمع المهنيين يحرك المعارضة. الصحة: 80% من الولادات ما زالت بالمنازل، أحمد بلال اتفاق لمنح الحزب مساعدا للرئيس. موظفو بنك يطالبون بدفع رواتبهم بالدولار. في أخبار اليوم: قطر تمنع سودانيين من ممارسة أنشطة معارضة لحكومة السودان. مصدر: المحكوم بالمنامة بالسجن لإساءته البشير بحريني وليس سوداني. وإلى السودان التي نختم بها استعراضنا لأبرز عناوين صحافة الخرطوم التي صدرت اليوم. فيها نطالع: المركز يسلم المصارف أكثر من 250 مليون جنيه لتغذية الصرافات، الشركة الفلبينية لنا شركة استئجار ولم نأتي مستعمرين أو محترفي سطو، إيقاف مسؤولين بالبحر الأحمر بسبب خطأ في نتيجة الأساس، اغتيال شرطيين واختفاء جثمانيهما. هذا أستاذ إمام أبرز ما حملته العناوين الرئيسة في صحافة الخرطوم اليوم. دعنا نبتدئ بالرأي العام ونطالع في صفحتها الأولى. مشاهدي الكرام، السودان يشارك في اجتماع مكافحة التعصب ضد المسلمين. عقدت منظمة التعاون الإسلامي أمس في اسطنبول الاجتماع الطارئ المفتوح لعضوية المنظمة، وشارك في الاجتماع ممثل لحكومة نيوزيلندا، وشهد جلساته التحضيرية وزير الخارجية التركي، وخاطبه رجب أردوغان الذي طالب بالحكمة
في ردود الفعل، ودعا للمزيد من الالتجاء للحكمة وعدم اللجوء إلى العنف حتى لا تعود ظاهرة العنف المسلح ضد المسلمين وغيرهم. الاجتماع شهد إقبالا كبيرا من المشاركين ونقاشا ساخنا وشفافا طوال جلساته، وشارك السوداني فيه بوفد برئاسة وزير الخارجية. يعني هذه الحادثة لا زالت يعني تلقي بظلالها على ردود الفعل الإسلامية والعربية وتلك التي تتعاطف مع المسلمين والعرب والإسلام. يعني كيف ترى أبعادها في ظل هذا الحراك الذي بدأ يذوب وردات الفعل على مستوى المنظمات الإقليمية وتحت الإقليمية؟ أستاذ إمام، هذا العمل ما يوصف بالعمل الإرهابي باعتبار أن المني عليهم أبرياء لا علاقة لهم بأي دوافع تدفع الذين جنوا عليهم لمثل هذه الجنايات، إلا أنها تعيد ذاكم الهوس الذي حدث في مطلع الألفية وجعل كثير من الغربيين يصفون المسلمين بالإرهابيين وكذا، إلا أن خطورة هذا الأمر الاعتداءات صارت تحدث في بيوت الله. نعم. يعني كان العادة يكون هنالك تفجير في أماكن ملتقيات المسلمين أو نعم. العكس نعم. في أماكن عامة بعيد عن البيوت بيوت الله حتى لا تسير تلكم النعرة الواضحة السافرة في العداء الديني. نعم. هذا الذي حدث في نيوزيلندا يعني فعلا جريمة كبرى نكراء، وحجاجي في ذلك حتى لما تداعى المسؤولون المسلمون إلى دعوة منظمة التعاون الإسلامي عبر تركيا باعتبارها رئيسة هذه الدورة، جاء إليهم أيضا وزير خارجية نيوزيلندا كنوع من نوع استنكار هذا الفعل الشنيع. لا بد من الملحظة المهم في هذا الحادث، على الرغم من التوعية من الجهتين، يعني التوعية من الغرب في خطورة ما يسمى بالإرهاب، وتوعية من المسلمين أيضا لما يسمى من الإرهاب من الجانب الآخر، حدث نوع من التراخي طوال السنوات الخمس الأخيرة. لم نشهد مثل هذا المشهد إلا أن هذا الذي حدث قبل بضعة أيام في نيوزيلندا أثار الكثير من الهواجس وأثار الكثير من الهموم في كيفية التعايش السلمي الديني. نعم. يعني لا ينبغي أن يكون الدين نوع من أنواع أو سبب من أسباب العداء غير المبرر رغم الاختلاف في كثير من الأشياء، إلا أن هذه المسألة كانت واحدة من حواضن التوعية سواء كانت في المساجد أو الكنائس، لأن موضوع الإرهاب لا يقتصر على مجموعة أو فئة بعينها. من المهم أن يخرج اجتماع إسطنبول المتعلق بمناقشة ما حدث أو هذه الأحداث المؤسفة بتوصيات ومقررات تضمن للمسلمين أن يؤدوا شعائرهم الدينية في المساجد دون أن تكون هنالك رهبة من مثل هذه المباغتات غير المبررة. نعم. التطرف والغلو هي أزمات فكرية. يعني كثيرا ما يعني تنتشر بين الشباب، الشباب المسلم، وعلى النقيض الثاني الشباب من الديانات الأخرى.
يعني كيف للدول ومثل هذه المؤتمرات كالذي تعقده منظمة التعاون الإسلامية في إسطنبول الآن أن تنحى هذا المنحى من خلال يعني سياسات بعينها يعني تتخذها هذه المنظمات تلتزم بها الدول لمعالجة المسألة من جذورها الفكرية، لأن الأصل في المسألة هو غلو ناتج لتزمت فكري يعني استلاب ربما يكون فكري وقع لهؤلاء. نعم، بعد أحداث مطلع الألفية الحالية جرت مشاورات ومؤتمرات وملتقيات وندوات إلى درجة أن هذا العمل التراكمي في قضايا التوعية خاصة التوعية الدينية نتج عنه مراكز للحوار الديني، يعني من أهم تلك المراكز مركز خادم الحرمين الشريفين للحوار الديني في إسبانيا والمراكز التي تلتها، وهنالك مراكز أيضا للتوعية الدينية كما أشرت، ليس للتوعية الدينية الإسلامية فحسب بل حتى للأديان الأخرى مثل ما هو منتشر في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا. نعم. باعتبار هذه الدول ترفع شعار أهمية التوعية لدى الشباب. نعم. السودان لم يكن بعيدا عن ذلك، حرص أيضا من خلال ملتقيات ومنتديات ومؤتمرات أن يعمل عملا جاهدا في مسألة الحد من هذه الظاهرة التي انتشرت كما قلت منذ مطلع الألفية الحالية من منطلق الغلو والاعتساف في كثير من المفاهيم الدينية سواء كانت إسلامية أو ديانات أخرى بفهم خاطئ جعل مثل هذه الظواهر تترى بين الحين والآخر. ما هو مطلوب من مثل اجتماعات إسطنبول المتعلقة بظاهرة الإرهاب، التوعية ينبغي أن تنتشر في منابر المساجد وأيضا في الكنائس ودور العبادات الأخرى، بالإضافة إلى منابر أخرى مهمة في مثل هذه التوعية وهي المساجد الجامعات والمراكز العلمية، لأن في هذه الملتقيات يكون النقاش نقاشا مستفيضا، يخرج الشخص مهما كانت مفاهيمه خاطئة بمفاهيم صحيحة من خلال المداولات والمناقشات التي يتسنى للكثيرين إجرائها في مثل هذه المنابر والملتقيات. كما أن على وزارات التعليم العالي أن تولي هذا الجانب اهتمام من خلال موجهات عامة للجامعات سواء كانت في الغرب أو في الشرق، أي في جامعات في الدول الإسلامية أو الدول غير الإسلامية، لأنه ظاهرة التطرف ليست محصورة بين الديانتين الكبريتين الإسلام والمسيحية، لأنه مرات تلحظ هناك موجة بتاعت يعني موجة بتاعت إرهاب عند الهندوس عند السيخ عند غيرهم من هذه الديانات، فعلى الجميع بذل جهدا مقدرا وأن تعمل منظمة التعاون الإسلامي في لقاءات مشتركة مع أصحاب هذه الديانات الأخرى ليصلوا إلى كلمة سواء في كيفية محاربة هذه الظاهرة والتوعية المطلوبة لا سيما وسط الشباب. أستاذ إمام، الرئيس رجب طيب أردوغان حينما خاطب الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر دعا المسلمين للبعد عن التطرف والغلو وانتهاج العنف في التعبير عن الرأي وردات الفعل، يعني ترى يعني كيف لهذا المفهوم أن يقرأ
مع التاريخ الحافل للإسلام الكثير جدا من المواقف التي تدعو إلى السماحة وإلى التعايش والتسامح والتصالح. يعني في صدر الإسلام كثير جدا من المواقف اتبعها الرسول الكريم محمد صلى الله وسلامه عليه في المزاوجة ما بين المختلفين من أوس وخجرج ومسلمين وأنصار وغيره وكذا وكذا. إذن هذا المفهوم أن يشكل نقطة قوة في الذين يخططون لمعالجة هذه القضية من أعقال وأفكار شبابنا والمتطرفين. بدءا ما ذهب إليه رجب طيب أردوغان الرئيس التركي عند افتتاح هذا المؤتمر هو متعلق بردات فعل المسلمين لما حدث لإخوانهم في نيوزيلندا. يريد أن يعني أن لا أن يقبح المسلمون جماح غضبهم ومغاضبتهم لما حدث لإخوانهم في تلك الأصقاع البعيدة بالبحث عن أساليب أخرى في معالجة هذا الوضع. وكما أشرت أخي الكريم الإسلام حافل بالدعوة إلى التسامح والحوار ونبذ الخلف والاختلافات التي تسبب في النهاية إلى أضرار كبيرة بالإنسان نفسه. من هنا من المهم أن ندعو جميعا إلى فتح وإحداث قدر من فسح للحوار الديني حتى يتشرب هؤلاء الشباب بالروح الدين الصحيحة سواء كانت الديانة الإسلامية أو الديانات الأخرى التي أيضا تحمل في طياتها معان للوئام والسلام والمحبة. فكل هذه ينبغي أن نسخرها لمحاربة ظاهرة التطرف الديني والغلو الديني، لأن هذا الأمر إذا استشرى بين المجتمعات الإنسانية خطره داهم وكبير، وربما يسبب في حروب حتى، لأنه كما تعلم أخي الكريم الحروب الصليبية بدأت من مثل هذه المناوشات والتناوش بين أصحاب الديانات التي أثارت نعرات هذه الحرب، خاصة المسيحيين الذين لم يتشربوا بروح وسماحة الدين المسيحي نفسه. نعم، يعني نبقى أستاذ إمام في صحيفة الرأي العام ونطالع بها أيضا عنوانا في صفحتها الأولى يقول: كبر انتهى الزمن ونريد سلاما بلا سماسرة في دارفور والمنطقتين. طبعا هذا الحديث للسيد نائب الرئيس لدى زيارته لولاية جنوب كردفان التي التقى بها مسؤولين حكوميين وقيادات شعبية وأهلية، ودعا الكل للوصول إلى سلام يعني يعزز الأوضاع التي يعني تأخذ وضعا مسالما الآن في هذه الولاية المنتجة ذات الموارد العديدة. السيد نائب الرئيس ذكر في إحدى مخاطباته وهو يخاطب أهل جنوب كردفان ذكرهم بالمثل الشعبي الدارفوري الذي يقول: إذا اتغالتنا في الكو ما في داعي نشلع القطية. ووجه نداء للحركة الشعبية قطاع الشمال للعمل من أجل الوصول إلى سلام يضمن العيش الكريمة والحياة الكريمة لأهل كردفان ويفتح الباب أمام الولاية حكوما وشعبا للمزيد من الإنتاج وزيادة الإنتاجية انسجاما مع برامج الدولة في هذا المجال. هذا ما قال به السيد نائب الرئيس الدكتور عثمان محمد يوسف كبير وهو يزور ولاية جنوب كردفان خلال اليومين الماضيين. نعم، من هنا يمكن أن نستشعر مدى أهمية ما يحدث الآن في جنوب كردفان من استقرار وسلام مؤقت نتيجة لوقف العدائيات بين الطرفين. نعم. إلا أن ما أراد أن يذهب إليه الأخ نائب رئيس الجمهورية كبر هو
أن هذا الاستقرار المؤقت ينبغي أن يكون استقرار دائم وسلام مستدام. وهذا لا يتأتى إلا إذا أتينا إلى طاولة المفاوضات دون الحرص، أنا لا أسميهم سماسرة، لكن دون الحرص على وجود وسطاء. لأن يريد أن يقول يعني إن السودانيين إذا اجتمعوا مع بعض في إمكانهم الوصول إلى حل لكثير من المشاكل التي تعتري سبل التواصل بينهم. من هنا تلكم المنطقة الزاخرة بالخيرات، خاصة الخيرات الزراعية. ونحن يعني مقبلين إلى موسم زراعي وأمطار، أراد أن يتداعى أهل السلام في تلكم المنطقة من الطرفين ويبحثوا إمكانية إيجاد استقرار دائم وسلام مستدام حتى يتمكنوا من تنمية مستدامة. من هنا نلحظ أن مثل هذه اللقاءات تفيد في تهيئة المناخ العام والأجواء العامة التي تشكل بعدا مهما في التفاوض أينما كان وبمن حضر. فعليه ينبغي أن نبحث عن كيفية الإسراع بعقد هذه المفاوضات، سواء كان عبر الآلية الأفريقية أو حتى إن كان اللقاءات مباشرة، لأنه في النهاية الهم هم سوداني والمتفاوضون هم سودانيون. ينبغي أن يسرعوا لمعالجة هذا المشكل الذي قد يسبب ضياع كثير من خيرات تلكم المنطقة الذاخرة بالخيرات، لا سيما خيرات الزرع والضرع. لعل هذا الذي تفضلت به أستاذ إمام يعني ينسجم كثيرا أو ينسجم مع ما قاله الدكتور عثمان محمود الكبير في حديث سابق في ذات الولاية. وفي ذات الرحلة أنهم يتطلعون للوصول إلى كاودة سلميا وليس عن طريق الحرب. وفي هذا يعني واضح أن هذا الخطاب أو هذه السيمة الباردة في خطاب السيد نائب الرئيس هذه المرة تتجاوز المواطن العادي والجهات الرسمية في الولاية وفي البلاد إلى الجانب الآخر، وهو جانب المتمردين والحركة الشعبية قطاع الشمال. ما ذهب إليه كبر فعلا يصب في هذا الاتجاه، خاصة وأن هذه الولاية تشهد نوعا من التداخل بين الأطراف المختلفة بما فيهم الحركة الشعبية قطاع الشمال التي يعني منزوية في منطقة أو مناطق محددة، بدأت تتداخل مع الأهالي لأنهم في النهاية شعب واحد وشعب ولاية واحدة، يعني هنالك قواسم مشتركة عديدة تجعلهم لابد من أن يتواصلون مع بعضهم البعض. المطلوب هو الإسراع لإجراء هذه المفاوضات كما قلت عبر الآلية الأفريقية في أديس أبابا أو حتى في كاودا نفسها، يعني ليس هناك مشكل في ذلك، سواء كان الجولة الأولى كانت في كاودا والثانية كانت في كادوغلي. هذا يجعل المواطن الذي يعيش في جنوب كردفان يشعر بأن الأطراف كلها حقيقة ساعية إلى السلام، ويفتح الباب أستاذ أمام أن تكون الحلول والاتفاقات التي تتم يعني تملك القابلية للاستمرار والإنفاذ، لأنه كلهم إذا انخرطوا في هذا العمل لن يكون هنالك يعني أسباب وحيثيات لإحداث قدر من العراقيل أو تعطيل بعض ما توصل إليه الطرفان. كل يعمل من أجل إنفاذه بالسرعة المطلوبة وتعيش المنطقة في سلام دائم واستقرار
تنمية مستدامة. أشكرك أستاذ إمام مرة أخرى، ونتحول إلى صحيفة المجهر السياسي، وبها البنك المركزي يسلم المصارف أكثر من 250 مليون جنيه، وأشار الخبر إلى أن البنك المركزي أعلن استعداد المصارف لاستقبال التدفقات المالية المنتظر وصولها إلى المصارف، ووعد أن ينخرط العاملون في ساعات عمل إضافية، وطالب البنوك بتسهيل إجراءات الإيداع والسحب وكل الإجراءات المتعلقة بانسياب النقود، وأكد استعداد المصارف أيضا لتقديم كافة الخدمات المصرفية للسحب والإيداع وكافة خدمات الدفع الإلكتروني. وتأتي تصريحات البنك المركزي في أعقاب آخر أوامر الطوارئ التي صدرت مؤخرا فيما يتعلق بالعملة وتنظيم انسيابها، والأوامر التي صدرت أستاذ إمام بشأن الإفراط نقول في تخزينها. تخزين نعم. أولا أهمية هذه المسألة تأتي في إطار المعالجة الكلية للثري كيوز دائما نقولها، اللي هي الخبز والوقود والنقود والتو ايز المتعلقة بالدواء تسعيرا ووفرة. نعم. دولة وفرة وتسعيرا أكثر موسيقية. نعم. دولة رئيس الوزراء وضع أولويات. نعم. من ضمن هذه الأولويات الأمر الذي يتعلق ويرتبط بصلة وثيقة بما يعرف بمعاش الناس. نعم. ومعاش الناس يتمثل في هذه الأربعة التي أشرنا إليها. وجود يعني الأوامر التي صدرت المتعلقة بالنقود فيها قدر من الغلظة. نعم. نتيجة لعدم الصيغة المتوفرة ما بين المواطن والمصارف، لكن بهذا اللين. نعم. وبهذا الأسلوب توفير المال في المصارف والصرافات يساعد كثيرا في إحداث هذه الصيغة دون قدر من الغلظة والترهيب. نعم. بمعنى أنني إذا أعلم علم اليقين، إذا ذهبت إلى مصرف معين وأردت أن أسحب من حر مالي مبلغا معين، ذاك كان سهلا ميسورا بأكثر سجعا المشكلة. نعم. سهلا ميسورا. سهلا ميسورا. نعم. أيوة. نعم. سهلا ميسورا. تبدأ الصيغة تتنامى. نعم. ما بيني وبين المصرف الذي أتعامل معه. نعم. لذلك لا أحتاج لمثل هذه الأمور المتعلقة بأنه التخزين. التخزين حتى لا نظلم بعض المخزنين، أن البعض يخزن خشية أن يحدث له لا قدر الله شيئا كبيرا. نعم. ولا يستطيع. مثل المرض، الموت، العرس، الكذا، هذه المسائل لا تستطيع أن تبرمجها، يعني لا تستطيع أن تقول والله كل يوم أنا أخذ 2 مليون عشان أودي والدي أو والدتي أو زوجتي أو بناتي. التحوط فيها ليس أمرا واردا. نعم. أيوة. نعم. نعم. لكن بهذه المبالغ التي أشار إليها الأمر المتعلق بتخزين النقود مليارات، هذا لا بد أن نحاربه، لأنه يؤثر في العملية، عملية تداول النقود بين الناس، وهي من أهم أهداف المصارف منذ إنشائها. نعم. يعني المليارات حددت بخمسة أظن للتخزين. التخزين يعني كثير من الناس يحسبون أن الأمر فيه يعني معقولية، يعني فيه قدر من المعقولية، لأنه أنت بذلك حبست يعني مسار التدفق النقدي ومسار الحراك الاقتصادي في البلد. نعم.
المبالغ الكبيرة التي يعني ال 250 مليون طبعا بالجديد اللي هي 250 مليار التي سيتم يعني توزيعها على البنوك، هل ما قاله الناطق باسم البنك المركزي زيادة ساعات العمل، تسهيل الإجراءات، المسائل هل كافية يعني لإعادة استقامة؟ إن الأمر يحتاج يعني حالة عملية تقدم للناس. أول حاجة هذا الأمر يحتاج إلى دراسة ومراجعة ممن؟ من الجهات المصرفية التي عليها توزيع هذه النقود، لأنه ظهرت ظاهرة خطيرة جدا، وهي أن يكون شخص واحد يصرف أكثر من مرة أو مرتين أو كذا من خلال هذه المصارف، بمعنى 5 أو 6 أشخاص ممكن أن ينهوا ما وضع في هذا. فهنا ما في justification، يعني ما في نوع من التبرير المنطقي لهذا العمل. يعني فيه قدر من الهلع، يعني انت اذا رأيت الصفوف المتراصة في بعض محلات الصرافة او محلات السحب النقدي، فتجد ظاهرة ما كانت موجودة في السودان. يعني كان الذي يبغى مبلغ معين يسحب ببطاقته ويسحب وفقا الضوابط الموضوع لهذا. الآن صار المسألة محتاجة لدراسة ومراجعة، ومن ثم ضبط هذه المسألة على أن يتوفر الأمر الآخر في المصارف عادي. يعني آتي بشيك أو آتي بشيء يكون ميسور، ليس لأنه حس المنفذ الوحيد للحصول على المال من المصارف هو من هذه المنافذ الصرافات. لذلك حدث هذا النوع من التكدس واستغلال الظروف من بعض صغار النفوس في كثير من الأحايين يسبب إشكالا كبيرا، فعليه لابد من مراجعة هذا الأمر من الجهات المصرفية لبحث كيفية إحداث قدر من الضوابط بحيث يحدث نوع من التدفق النقدي دون كثير عسر وصعوبة. يعني الالتفاف هذا والاصطفاف هذا الذي تحدثت عن، يقول البعض إن سببه هو يعني تحديدا سقف السحب اليومي للمتعامل. هل تتوقع أن يفتح هذا السقف أو يعني يوضع في الناس يعني في الظروف الحالية يا أستاذ إمام، والغلاء المعيش الذي يعانيه الناس، 1000 جنيه في اليوم ولا 2000 قد لا تفي الحاجة اليومية للبيت المتوسط في السودان. أنا أشير إلى شيء دفنت لي كثير من مشاهديك يقولوا المقارنة أو المقاربة غير واردة. يعني المصارف مثلا في بلد عشت فيه 3 عقود مثل بريطانيا، المصارف لما تعطيك هذا الكريدت كارد، يعني البطاقة هذه، البطاقة هذه حتى في بريطانيا حتى لو في حسابك ملايين الجنيهات عندها ضوابط معينة ومبلغ معين تصرفه خلال الأسبوع. طيب، لكن مقابله شنو؟ مقابله التعامل غير المحدود بالبطاقة نفسها في محلات المختلفة، سواء كان لشراء أو سوبر ماركت، المولات. الأمر الثالث أن حسابك الذي فيه أودعت مالك مفتوح لك بشيك، يعني ممكن تسحب 1000000، ممكن تسحب 10 جنيه. يعني نحن لا نريد أن نقول هذه الصرافات لا ينبغي أن يكون هنالك سقف وأن لا تحدد لها فترة زمنية محددة، يعني مثلا خلال اليوم تسحب 2000 أو خلال الأسبوع تسحب 10000. هذه معمول بها في كل العالم. لكن on the other hand، يعني في الجانب الآخر، متوفر إمكانية الحصول على مالك بقنوات أخرى، بالشيكات، بالبطاقات، بالذهاب إلى المصرف وسحب المبلغ الذي تراه، لأنه من داخل المصرف غير من
سحب البطاقة الكريدت البطاقة التي تستخدمها. نعم. فعليه نطالب إحداث قدر من المراجعات لكي يكون هذا الأمر ميسور طوال الفترة، يعني ما يكون وأن تطلع أماكن البيع والأسواق والمولات. نعم. والسوبر ماركت يعني تفعيل هذا النظام، نظام البطاقة. نعم، نظام على الأقل حينما يأخذ المواطن احتياجه اليومي عن طريق البطاقة يكون ما يسحبه من البنك. نعم. أو من الصرافة يعني قليل يعني محدود أو يعني قد لا يقبل على هذا. نعم. يعني في مثلا في بلد مثل بريطانيا يمكن لو قلت لك تستغرب، لو أتيت يا طيب وقلت لي يا أخي لو سمحت أديني 100 جنيه أو 50 جنيه أقول لك سوري. نعم. I don't have، ما عندي. نعم. ليه؟ لأنه المسألة available بالنسبة لي. نعم. في أي وقت أنا ممكن، يعني ممكن أقول لك خلاص وراح نمشي الصرافة دي أصرف 100 وأديك لها، أو ماشي وين أنت؟ ماشي ماركس أند سبنسر لقيت لي بدلة ب 200 لو ما اشتريتها الليلة لأنه حجزتها قالوا لي بكرة ما تجي. نعم. فبشيل البطاقة وبمشي. نعم. بحاسب دايرين احنا هذه المعاملات، يعني المعاملات دي. نعم. ما يقول لك والله توطن في أسواقنا وفي المحاليا التجارية من خبرات. نعم. وتجارب. نعم. العالم. نعم. يعني ما نقعد نحصر نفسنا بس. نعم. في أشياء محددة، وإن كان هذا الأمر بدأ تدريجيا في. نعم. في بعض المواقع يعني لابد أن نشير إليها. نعم. 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 فلذلك نريد التوسع فيه. نعم. نعم. أستاذ إمام، نتحول إلى صحيفة الصيحة وبها خبر يقول وزير الزراعة يدعو للاهتمام بالقمح باعتباره محصولا استراتيجيا. هذا الحديث أتى في أعقاب افتتاح موسم الحصاد في ولاية الجزيرة والولاية الشمالية، وأيضا في حقائق أشار إليها الخبر عن إنتاجية وفيرة هذا العام. لا. وعن تركيز الأسعار تم إعلانه قبل وقت كافي من بداية الحصاد، وعن إقبال طيب للمزارعين لتسليم منتوجهم عن طريق القنوات المحددة في هذا المجال. ولكن رغم كل هذا الحديث الطيب أستاذ إمام، هناك من يتحدث عن إن أسعار التركيز سواء كان للقطن أو القمح أو المحصولات الأخرى تتم في وقت مبكر. هذا الوقت المبكر قد لا يتيح للمستجدات التي تطرأ على الأوضاع كلها على مستوى الداخلي وعلى مستوى العالم، وقد يجعل هذا السعر التركيزي لحظة يعني استلام المحصول وتسليم العائد مسألة فيها كثير جدا من الإشكاليات. نعم، هذه أحد الإشكالية، وأيضا للتغلبات. نعم. الكثيرة. نعم. في الاقتصاد السوداني الراهن، يعني. نعم. في الوقت الراهن لا تستطيع البريدكشنز، أنت تتوقع ماذا يحدث. نعم. بعد غد أو بعد أسبوع أو كذا، لكن دعنا نذهب ونظر إلى النصف الملأ من الكوب. نعم. هذا الأمر من المبشرات هذا الموسم، يعني في الشعار زيادة الإنتاج ومضاعفة الإنتاجية في هذا المحصول حدثت بقدر يعني مرضي عنه. نعم. خاصة في ولايتي الشمالية والجزيرة. نعم. ونهر النيل أيضا. نعم، بلا شك. فهذا لا شك سيحدث نوع من ارتخاء هذه الشدة الحادثة فيما يتعلق بتوفير الخبز والدقيق. مطلوب أيضا مسألة الإسراع. الإسراع من الجانبين، الإسراع من المزارع بتقديم محصوله والإسراع من المتحصل لتقديم المال لذاك الشخص حتى يشجع الناس يتدافعون لهذا الأمر. وهذه من السياسات التي حقيقة أولتها الحكومات الثلاث. نعم. يعني حكومة دولة رئيس الوزراء الأسبق الفريق أول ركن البكري حسن صالح، وحكومة دولة رئيس الوزراء السابق الأخ معتز موسى، والحكومة الحالية برئاسة دولة رئيس الوزراء الأخ محمد طاهر إيلة. كل هؤلاء صبوا جام اهتمامهم إلى
ما يتعلق بالمواسم الزراعية سواء كانت شتوية أو صيفية، لما هو معلوم بالضرورة أن الزراعة قد تكون مخرجا مهما من مخارج الضائقة والمضاغطات الاقتصادية والمالية التي يعيشها السودان في الوقت الراهن. يعني هل توافق، لا زال جزءا من سؤالي ينتظر الإجابة، يعني مسألة التوقيت، إعلان توقيت السعر التركيزي. نعم. أتفق معك، كل ما بعدت المدة، يعني إذا سيأنه قلنا حددنا الأسعار قبل 3 أو 4 أشهر من المحصول، لا ندري إلى أي مدى هذه الفترة تشهد تقلبات مالية واقتصادية في البلاد، فلذلك لابد من البحث عن صيغة وسطية لا تحدث قدرا من الضرر على المنتج اللي هو المزارع، ولا أيضا تحدث قدرا من المضاغطة على المصارف أو المصرف الذي حدد له شراء هذا المحصول. فلذلك لابد من إيجاد هذه الصيغة من خلال تحديد السعر التركيزي في مدة قريبة من الإنتاج، حتى يستوعب هذه المتقلبات والمتقلبات وتداعياتها على المنتج نفسه، لأنه الجازولين الكذا مدخلات الإنتاج، قد أتحدث سعر تركيزي معين ثم تصعد هذه مدخلات الإنتاج فتجعل وتقلل من العائد الذي يقلل بدوره من رغبة المزارع في مواصلة الإنتاج. طيب أستاذ إمام، لازلنا بصحيفة الصيحة وبها عنوان يقول: إعلان مدينة أبو كرشولة خالية من الألغام أبريل المقبل. كشف مدير عام المركز القومي لمكافحة الألغام العميد الركن عامر عبد الصادق أبو زيد عن جهود كبرى تجري لتنظيف المناطق الخطرة المسجلة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لتصبح خالية من الألغام. وأعلن عامر عن أن الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام سيكون هذا العام بمدينة كادوغلي، متزامنا مع إعلان مدينة أبو كرشولة خالية من الألغام. وأضاف أن هذه الخطوة تفتح الباب لبرنامج سيستمر في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لتطهيرها من الألغام والذخائر غير المنفجرة، بوصفهما منطقتين منتجتين لتساهما في الإنتاج ورفع الإنتاجية بالبلاد انسجاما مع سياسة الدولة في هذا المجال. يعني أبو كرشولة بلا شك مجرد أن يحتفى يعني بتهيئتها من خلال هذه الخطوة كتنظيف مناطقها الخطرة المعلومة المسجلة من الألغام، تشكل إضافة حقيقية لما عرفت به هذه المنطقة من إنتاج وفير ومساهمة في يعني إبراز الكثير من الموارد، وإتاحة الفرصة لها للاستثمار. نعم، من تداعيات الحروب أن هذه المسألة المتعلقة بالألغام، حتى ولو حدث سلام في تلك المنطقة مثل ما هو حادث في كرشولة، إلا أن المواطن أو ابن المنطقة يستشكل عليه أن يسوح داخل هذه المنطقة زراعة أو تعدينا أو رعيا أو صناعة خشية هذه الألغام. فلذلك من المهم جدا نزع هذه الألغام وجعل المنطقة منطقة خالية من الألغام، بمعنى أنك ممكن أن تستفيد من هذه المنطقة في هذه الأشياء اللي أشرنا إليها. أستاذ إمام، يعني وتبقت لنا ثواني، يعني هذا الاحتفال يشهد عدد من سفراء الدول المانحة وعدد من ممثلي الوكالات والمنظمات الدولية، وربما يعني اتيحت له الفرصة إعلاميا للقول به عبر الخارج، ما الدلالة التي يمكن أن يقدمها؟ الدلالة على أن هذا الأمر تهتم به المنظومات الإقليمية
والدولية اهتماما كبيرا. نعم. لأنه متعلق بالإنسان. نعم. بالإنسان بمعنى حياة ومعاشا. نعم. لهذا السبب تجد الدول تحرص على المساعدة والإسهام المادي في مثل هذا العمل أيضا، وتساعد بالأجهزة الكاشفة لهذه الألغام مثل ما حدث في منطقة كسلة. نعم. لو تذكر والبحر الأحمر والغبارق. الأحمر. نعم. والغبارق، وأنت من ذلك الغبيل يعني. نعم. فهذه المنطقة الآن بدأ فيها الزرع والضرع. نعم. يتنامى باعتبار المواطن حس بأنه. شكرا لك أستاذ إمام أحمد محمد إمام، أستاذ الإعلام بالجامعات السودانية، على هذه الإتاحة التي أتحتها لنا ولسادة المشاهدين. مشاهدي الكرام، حتى لقاء جديد، أرجو لكم وقتا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله.